بعض الناس يقول أو يظن أن بس المسلم هو الذي يدخل الجنة. حنانيكم طولوا بالكم، هذه المسألة دخول الجنة والنار هذه قضية في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. إذن تدخل تحت أي تصنيف؟ تصنيف الأخروي. ليش قاعد تطبق عليها التصنيف الدنيوي؟ لا تخلطوا، تصنيف الدنيا شيء وتصنيف الآخرة شيء.